أصدقائي الطلاب والطالبات الأعزاء، معكم ريان غباس وبيان عثمان في مقابلة مع الدكتور محمد خطيب متخصص في طب العائلة بموضوع الوقاية من الإصابات خلال العطلة الصيفية. دكتور محمد، هل ممكن أن تشرح لنا عما سنتكلم في المقابلة؟ الطلاب والطالبات الأعزاء، الهدف من هذه المقابلة هي أن نعبر العطلة الصيفية بأمان. كما نعرف أن المعلومات والمعطيات من مؤسسة بيتيرم للحماية وأمان الأطفال تشير أن عدد الأطفال والأولاد الذين يتعرضون للإصابات خلال العطلة الصيفية يزيد مقارنة مع بقية أشهر السنة. الأطفال يتعرضون للحوادث الخطرة والأكثر انتشارا وشيوعا، إن كان ذلك في البيت أو في البركة أو في البحر أو في ساحات اللعب العامة، وكذلك حتى في الشارع. سوف نرى الآن من خلال فيلم قصير يصور لنا نوعية الإصابات التي ممكن أن تحدث. الإحصائيات تشير إلى ارتفاع حاد بنسبة حوادث الأولاد وإصاباتهم في فترة الصيف. نمط الحياة يتغير في الصيف. بأيدينا الوسائل لحماية أولادنا من الحوادث. لا نترك أولادنا دون مراقبة لائقة. نعمل بنصائح بيتيرم في الصيف. علينا أن لا ننسى أمان الأولاد في العطلة الصيفية. مقدم من مؤسسة بيتيرم لسلامة الأولاد بالتعاون مع وزارة الصحة. للمزيد من المعلومات بيتيرم.org. قسم كبير من الإصابات تكون في البيت. هل توضح لنا هذه الإصابات وكيفية منعها؟ قسم من هذه الإصابات كما ذكرت تكون صحيحا في البيت. هذه الإصابات متعددة ومتنوعة. من خلال فيلم قصير الآن سوف نرى هذه الإصابات، وبعد الفيلم سوف أشرح كيف يمكن منع هذا. تعتقدون أن هذا المكان خطر؟ معظم حوادث إصابات الأطفال تقع في البيوت. بإمكاننا أن نمنع الحوادث البيتية. نعمل بنصائح بيتيرم ونبني بيتاً آمناً للأطفال. مقدم من مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال بالتعاون مع وزارة الصحة. لمزيد من المعلومات بيتيرم.org. من خلال هذا الفيلم رأينا أنه الإصابات البيتية ممكن أن تكون عن طريق الإصابة بالكهرباء أو الصعقة الكهربائية. من المهم جداً أنه إحنا الكوابل الموجودة في البيت نرفعها لفوق أو نحطها في جوانب الأسرة والتخوت ونحطها في جوانب الحيطان. من المهم جداً أن نخليش كوابل موجودة في وسط الغرفة. الشغلة الثانية اللي إحنا شفناها قضية الغاز في المطبخ. ممنوع إحنا ندشر الغاز منسميه مضوي أو موقد وإحنا مش متواجدين في البيت. الشغلة الثالثة اللي إحنا شفناها هي قضية السقوط. يعني كيف شفنا أن هناك في كانت مكتبة اللي سقطت، وهذه المكتبة ممكن أن تسقط على الأولاد. فعشان هيك إحنا بننتي تعليمات للأولاد أنه ولا مرة يطلعوا هاي المكتبة أو يستعملوها كدرج لهاي المكتبة أو كسلم. الشغلة الثالثة اللي إحنا رأيناها شفناها في الفيلم هي قضية الكبريت أو الشحاط اللي إحنا بنسميها بالعامية. فمن المفضل جدا عدم اللعب بالكبريت داخل البيت وحتى في خارج البيت، لأنه ممكن تكون إصابة أو ممكن من خلال الكبريت يكون في حرق، وهذا الحرق يؤدي إلى حريق في البيت بشكل تام. هناك مقولة تقول أن كنا حكماء تحت الشمس، هل تفسر لنا ذلك؟ هيك إحنا في فصل الصيف نتعرض كثير لأشعة الشمس. هاي الأشعة صحي مفيدة، بس في بعض الأحيان بتكون جدا جدا مضرة. إحنا خلال فصل الصيف ساعات التعرض للشمس بتكون أطول من ما هي فصل الشتاء. إحنا عندنا بسبب التعرض لأشعة الشمس ممكن تكون أضرار اللي هي موجودة في شكل فوري زي الحروق أو زي النمش اللي بيطلع على الوجه. الأضرار الثانية ممكن تكون أضرار اللي هي للمدى الطويل، زي ممكن يكون عندنا تجاعيد في البشرة أو شيخوخة في الجلد، وكذلك ممكن يكون عندنا أمراض سرطانية اللي ممكن تصيبنا في الجلد. إحنا عشان نتذكر كيف نكون حكماء في الشمس عندنا اختصار بنسميه المنقاة شمس. فإحنا عندنا قواعد الحكمة في الشمس اللي هي بتكون بنسميها منقى شمس عشان إحنا نتذكر هاي القواعد. حرف الميم هو ملابس ملائمة. حرف النون هو أن نضع نظارات شمسية. حرف القاف نحط قبعة على الرأس. حرف الألف هو المكوث في الظل. حرف الشين أن نشرب كمية كافية من الماء. وحرف الميم هي المستحضرات الوقاية، نحط كريم
اللي هو وقاية للجلد من الشمس، والسين هو ساعات آمنة. نحن بنعرف إنه أشعة الشمس كتير قوية بتكون بين الساعة 10 حتى الساعة 4 بعد العصر، فإحنا مفضل إنه إحنا نتعرض للشمس أو قبل الساعة 10 أو بعد الساعة 4 بعد الظهر، وهيك إحنا بنتذكر هاي في منقى شمس. كثير من الإصابات تكون بسبب التعرض للحشرات والزواحف، هل تفسر لنا ذلك؟ احنا بنعرف انه بالصيف لما بترفع درجة الحرارة الزواحف والحشرات اذا كانت من الافاعي او من العقارب او من العناكب ممكن تزيد من نشاطها في الصيف بسبب انه هي بتحب الحرارة العالية، واحنا بنعرف انه هذه الكائنات ممكن تتكاثر او بين الحجارة او في الجحور او بين الاعشاب، واحنا ممكن نشوف هاي الكائنات الحية كمان في ساحات البيوت او في الاماكن اللي فيها الحيوانات او فيها دواجن. عشان احنا نحاول نمنع او نقلل من الاصابات من الحشرات والزواحف احنا ننتي بعض التعليمات للاهالي وكمان لإلكم. اول تعليمات لإلكم هو اذا احنا كنا نلعب في الساحه البيتيه واحنا شفنا حجاره اللي هن موجودات في الحديقه البيتيه، فمن المفضل انه احنا ما نقلبش هذا الحجر. ليه؟ لانه ممكن يكون تحتيه في او عنكبوت او في عقرب اللي ممكن تقرصكم. الشغله الثانيه احنا ممكن نسويها انه احنا ما نقضبش على المناطق اللي هي وعره وفيها كثير اشواك او فيها اعشاب، لانه احنا مش ممكن نعرف شو في بقلب هاي الاشواك او شو في بقلب هاي الاعشاب. الشغله الثالثه اللي انا بفضل انه انتم تعملوا بحسبها انتم جميع الطلاب، انه لما انت تطلعوا على الساحات اللي هي وعره او على ساحات مفتوحه مفضل دائما ترتدوا الحذاء، ودائما هون بفضل انه يكون حذاء اللي هو حذاء طويل عشان يغطي اكبر مساحه من القدمين، وهيك احنا بنمنع انه هاي الكائنات تلدعكم او يكون هناك في لدغة في القدم من تحت. الشغلة الثالثة احنا بنطلب جدا من الاهالي، وهون بدي الاهالي كمان يقدروا هاي الشغلة، انه خلال العطلة الصيفية انه يقوموا بالتنظيف حوالي البيوت، اذا عندنا اعشاب يقصوها حوالي البيوت، اذا احنا عندنا حجارة اللي نفش لها حاجة كمان يقيموها من حوالي البيت، وهيك احنا بنعمل ساحة آمنة للطلاب وللاهالي ولجميع الاولاد. ما هي احتياطات السلامة الواجب اتباعها عند الذهاب للبحر او البركة؟ هيك في الصيف احنا بنعرف انه كثير من الاولاد وكثير من الطلاب بروحوا على البحر او على البركه عشان يقضوا ساعات العطله الصيفيه. احنا كثير بنحب البحر وبنحب نسبح في البحر، وكمان انتم متاكد انكم بتحبوا تسبحوا في البحر، فعشان هيك في بعض التعليمات المهمه. اول شغله كثير مهم، احنا ممنوع ندخل على اي شاطئ او على اي بركه اذا فيش هناك منقذ او مسعف اولي اللي هو موجود اللي ممكن يسعفنا او ينقذنا في حالات الضروره. الشغله الثانيه، لما احنا بنوصل على البحر هناك في أعلام اللي هي موجودة على الشط، وكل علم بيعني شيء معين. فمثلاً إذا كان إحنا عندنا اللون الأسود فده بيعني إنه إحنا ممنوع نفوت على البحر أو على الشط، ممنوع نسبح في الشط بتاتاً. أما إذا كان مثلاً هناك اللون اللي هو أبيض فهذا بقول إنه إحنا هناك الشط ممكن يكون آمن والسباحة ممكن تكون آمنة. الشغلة الثالثة اللي أنا بدي أحكي عنها إنه إحنا دائماً لازم نسمع للتعليمات تاعت المنقذ الموجود في الشط. فكتير مرات إحنا بنشوف إنه في أولاد اللي هن بفوتوا بيسبحوا العمق كثير، اولاد بالبركه اللي بيكونوا يقفزوا او ينطوا من الحائط تاع البركه، فاحنا بنطلب منهم دائما انهم يسمعوا للتعليمات تاعت المنقذ. نحن وزملائنا الطلاب نحب اللعب خارج البيت اثناء العطله، ما هي النصائح التي تقدمها لنا؟ هيك خلال العطله الصيفيه الطلاب كثير بيخرجوا للساحات العامه او للحدائق العامه حتى يلتقوا باصحابهم، واحنا بنعرف انه هذا الشيء لا يمكن منعه بشكل تام، بس احنا بنعرف انه في بعض التعليمات اللي انا بدي اعطيكم اياها لما انتم بتلعبوا في الخارج. اول شغله اهم شيء انه يكون المنطقه تكون امنه. شو هذا بقول؟ انه احنا ما نلعبش بساحه اللي فيها كمان سيارات او كمان ناس تانيين اللي هن موجودين في السيارات، انا بفضل انه تلعبوا بساحات اللي هي ساحات بدون سيارات. مثال لهي الساحات انا جدا بفضل انه تلعبوا بساحات المدرسه، ساحات المدرسه هي ساحات جدا امنه وفيها كمان سياج من حولها، فهيك انتم بتكونوا محميين. المحلات الثانيه اللي ممكن تلعبوا فيها الحدائق العامه اللي موجوده في البلده او الموجوده في الحارات تبعتكم، وهي دائما الحدائق بتكون باغلب الاحيان بتكون امنه لكم. احنا كمان بنفضل انه انتم لما بتلعبوا في الساحة أو بتلعبوا في الأماكن العامة إذا كان معاكم إخوتكم الصغار أنتوا الكبار لازم تنتبهوا لهم إنهم ما يطلعوش على الشارع أو ما يركضوش ورا الطابة إذا طلعت على الشارع، وكمان أنتوا هنا بتحافظوا على الحياة تاعتهم، وكمان أنتوا بالطبع بتحافظوا على حياتكم الشخصية. هناك ظاهرت اللعب بالمفرقعات خلال العطلة أو في الأعياد، ما هي الخطورة الكامنة في ذلك؟ هيك إحنا بنعرف إنه كتير أولاد بتفكر إنه بالمفرقعات فيش خطورة، بس بالمفرقعات هي تكمن هناك خطورة جدا 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 صعبة خصوصا في الإصابات الجسدية. إسا إحنا رح نشوف فيلم
اللي رح يشرح لنا عن هاي الخطورة والأشياء الكامنة في المفرقعات اللي ممكن تؤدي إلى إصابات. أتعرفون أولادا يلعبون بالمواد المتفجرة؟ أتسمعون أصوات انفجارات بالقرب من شباككم؟ سأريكم الأضرار التي قد تسببها هذه الألعاب النارية. أعطوني بعض الخضروات الطازجة، بعض المفرقعات، 4 غرامات من المواد المتفجرة وخبير متفجرات و10 أصابع. لدينا 7 غرامات ولكن 4 تكفينا بالتأكيد. تعالوا نعد طبقا من السلطة بألوان مختلفة احتفالا بالعيد القادم. سأتناول باذنجانة وأجعل بداخلها ثقبا جميلا كهذا. سأدخل المفرقعة جيدا لتتمكن من تحويل الفم إلى قطعين. فقد عيدان ابن 6 سنوات إصبعا وإبهاما جراء استخدامه للمفرقعات. أصيبت شلوميت ابنة 12 بحروق بالغة. فقد سعيد ابن 15 البصر في عينه اليمنى. أصيب المئات من الأولاد بشكل بالغ جراء استخدام المفرقعات والألعاب النارية. يشتري أبناؤكم ألعابا نارية من تجار غير قانونيين ويلعبون بها أمامكم. أوقفوهم خوف وقوع مصيبة. حين يلعب أبناءكم بالألعاب النارية هم يلعبون بمواد متفجرة. في العطل والأعياد القادمة نتمتع بوقتنا ونحافظ على أبنائنا. لمزيد من المعلومات ابحثوا في جوجل عن مؤسسة بيتيرم لسلامة الأولاد ووزارة الاقتصاد. كيف احنا شفنا من هذا الفيلم انه الاصابات بالمفرقعات ممكن تكون صعبة جدا، فكتير اولاد ممكن يفقدوا اصبعهن او ممكن تكون عينهن يفقدوا العين، كتير اولاد ممكن يصير تشويه في الوجه او تشويه في الايد. فعشان هيك انا دائما بقول للطلاب ولاولاد المدارس انه جدا انه لازم يتجنبوا هاي اللعب بالمفرقعات خصوصا خلال العطلة الصيفية او في الاعياد. بعد الاصابات تكون جراء السقوط من مرتفع عالي، ما هي كيف يمكن منع ذلك؟ هيك قضية السقوط هي قضية جدا 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 مهمة. احنا بالنسبة لقضية السقوط بنشوف الإصابات جدا مركبة، بكون عندنا إصابات في الرأس، كسور في العظام في الجسم، مرات بكون عندنا كسور في الإيد، كسور في الإجر، مرات بكون عندنا إصابات في البطن. عشان نمنع هاي الإصابات عندنا شوية تعليمات اللي احنا بدنا نوجهها لكم. أول شغلة بنفضل إنكم ما تلعبوش في الأماكن العالية اللي هي بدون درابزين أو بدون سياج الحماية عشان نمنع إحنا الإصابات من جراء السقوط. الشغلة الثانية إحنا بنفضل دائما إنكم ما تطلعوش على درج اللي هو مش آمن أو تطلعوش مثلا على سلم اللي هو عالي إذا أنتوا فيش حاجة تطلعوا هذا السلم. الشغلات الثانية اللي إحنا بنقول إنه النوافذ أو الشبابيك اللي عندنا في البيت إحنا بنفضل إنه أنتوا كأولاد ما توقفوش على هاي الشبابيك إذا فيش عندنا هناك الدرابزين اللي بيحمي، أو إنكم ما تخلوش إخوتكم الصغار يطلعوا على الدرابزين هذا. الشغل اللي إحنا التاني ممكن نحكي عليه هي قصة السرير. إذا أنتوا بتناموا أو إخوتكم بناموا على سرير إحنا مهم جدا يكون عندنا واقي لهذا السرير. إحنا الإخوة الصغار تبعونكم أو أنتوا إذا بتحسوا حالكم إنه ممكن تقعوا عن السرير في الليل فأنتوا تطلبوا من أهلكم إن يحطوا لكم الواقي اللي هو ممكن يحميكم من السقوط. في النهاية تاعت المقابلة إحنا ممكن نقول هيك إنه قلة الانتباه وإنعدام الحذر لدى الأولاد والطلاب هي السبب الرئيسي لمثل هاي الحوادث والإصابات اللي إحنا شفناها. عشان هيك إحنا دائما بنقول إنه اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات يمكن أن يجنبنا هذه المخاطر والإصابات. عشان هيك أنا بشد على أيدي الطلاب إن هي يتبعوا جميع تعليمات الوقاية والحذر. في النهاية أنا بتمنى لجميع الطلاب عطلة سعيدة وإن شاء الله بنشوفكم بسلامة وأمان في السنة الدراسية القادمة. نشكركم على حسن متابعتكم مع تمنياتنا بعطلة صيفية أمنة. لابد أن نشكر كل من ساهم بإنجاح هذا العمل، ونخص بالذكر قسم ألف للتعليم في المجتمع العربي وزارة التربية والتعليم وجمعية بيتيرم للأمان والسلامة. مرفق بعد الحلقة مجموعة من الأسئلة التفاعلية. الرجاء إعطاء أهمية للأمر من أجل رفع الوعي لدى الطلاب. إلى اللقاء.